الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى للناس بشيء ما كانوا يعرفوه من أساليب النظافة. من هذه الأشياء التي علمها للخلق السواك. السواك سنة بسيطة لكن أجرها وثوابها وأثرها عظيم جدا. من الفوائد العظيمة للسواك الدنيوية الحسية أنه ينظف الأسنان ويبيضها ويشد اللثاء ويذهب الحفر ويبعد الميكروبات ويفيد المعدة ويفيد العقل، بل ذكر بعضهم من الفوائد المعنوية أنه يطرد الشيطان، الإنسان الذي معه سواك يهرب منه الشيطان، وأنه يضاعف الأجور والحسنات والصلوات، وأنه يعين على تذكر كلمة الشهادة عند الوفاة، أي أنه من أسباب حسن الخاتمة. من فوائد السواك العظيمة أن السواك هو مرضاة للرب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا العنوان العظيم: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، وفي رواية: ومسخطة للشيطان. كان يتعجب بعضهم كيف هذا العود الذي يستخدم في تنظيف الأسنان فيه مرضاة الرب. شوف كيف ربط الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم معاملاتنا البشرية التي فيها نظافتنا وصحتنا بأشياء علوية، بل أعلى شيء وهو رضا الله سبحانه وتعالى في علاه. من الأشياء المهمة أن نعرف أن المقصود من السواك هو تنظيف الفم والأسنان وتطيب الرائحة. يكون هذا بأي وسيلة كانت، أفضلها وأحسنها هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو عود الأراك الذي هو معجزة من معجزات رسول الله، لأن فيه من المواد المطهرة والمعقمة والمفيدة لكل أجزاء الفم، للأسنان واللثة وغير هذا. إذا لم يتحصل الإنسان على عود الأراك فيمكن بجريد النخل، بعود الريحان، بأي أنواع العود التي يكون لها رائحة طيبة، ويمكن أن يكون بالفرشاة والمعجون التي نستخدمها نحن ويستخدمها العالم اليوم كله. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان له أسلوب في استعمال السواك. إذا استعملنا هذه الكيفية النبوية عملنا عدد من السنن في سنة واحدة، فيكثر الثواب وتعظم الفائدة كمان الصحية والأخروية. فيسن عند استعمال السواك أن نمسك السواك بالكيفية التي ذكرها العلماء والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمسك الإنسان السواك فيجعل العود بين الإبهام والخنصر وفوق بقية الأصابع، ثم يسن قبل استعمال السواك تغسيله وتليينه بالماء، ثم عندما نريد أن نستعمل السواك نبدأ بالشق الأيمن، وأن يكون من الجهة العليا، فيبدأ من أعلى ثم يعود إلى أسفل، فيدير السواك في فمه هكذا، ثم يمره على رؤوس الأسنان ثم باطن الأسنان، ثم يسن أن يمسح كذلك بالسواك على لسانه ثلاثا وفي أعلى الحنك ثلاثا. طبعا السواك وجهنا رسول الله أن السواك نستعمله بالعرض، فقد يقول إنسان قد يكون بين الأسنان شيء، لذلك نبهنا رسول الله إلى سنة التخليل، فيصير الإنسان إذا أراد أن يستاك الأفضل أن يخلل أسنانه قبل السواك حتى يتأكد أن ليس بين أسنانه شيء. ثم بعد أن ينتهي من السواك يسن كذلك أن يعود فيغسله ليتنظف السواك من أثر الريق. فهذه كيفية جميلة جدا لاستعمال السواك، إذا عمله الإنسان كسب كثير من الحسنات وكان متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من اهتمام الحبيب عليه الصلاة والسلام بالسواك أنه ما ترك حمله لا في سفر ولا في حضر، حتى من شدة الاهتمام كان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من شغله ووظائفه أنه حامل سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستعمل السواك في مواطن كثيرة، لكن أهم هذه المواطن قبل الوضوء وقبل الصلاة، لأنه أخبرنا عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل وضوء، وفي رواية: قبل كل صلاة.
لكن السواك يصن في كثير من المواطن، منها عند الخروج من المنزل، عند دخول المنزل، عند الاستيقاظ من النوم، عند إرادة النوم، عند تغير رائحة الفم، تلاوة القرآن. المهم أن السواك يسن في كثير من الأحيان، بل في معظم أحيان الإنسان يسن هذا استعمال السواك. من أعظم المواقف التي تدل على أن السواك له منزلة عظيمة عند الله وعند الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن السيدة عائشة أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الوفاة روحه تخرج وهو على حجرها، قالت: رأيته ينظر إلى الأرض وفي الأرض سواك، فأخذته فمضغته حتى ألينه بريقي، ثم أعطيته إياه فاستاك به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت تفتخر أن آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته هو ريقها. وكذلك يحق للسواك أن يفتخر أن آخر أداة استعملها رسول الله في الحياة هو هذا السواك.